تتواصل جهود الدولة داخل محافظة أسوان، حيث تتصدر منظومة التأمين الصحي الشامل الأولويات لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للأسر. يأتي ذلك بعد استكمال إنشاء وتجهيز المنشآت الطبية وتوفير الأجهزة الحديثة بأسوان والدفع بالأطقم الطبية، وبلغ عددها 140 طبيبا و560 من أطقم التمريض، إضافة إلى العناصر الإدارية المتميزة الذين تم تدريبهم لتطبيق أعلى معايير الجودة لإرضاء المنتفعين داخل 11 مستشفى و112 وحدة صحية تدخل ضمن المنظومة. بدأ التشغيل التجريبي بمستشفيات حورس والمسلة والرمد والصداقة والأورام، وهو ما يمثل 86 مركزا ووحدة طبية. محافظة أسوان بتشهد تسليم عدد 90 وحدة ومنشأة صحية للعمل ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية، وده أول خطوات الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل لأسوان، بطبخة أن هي في المرحلة الأولى منها. في تم إطلاق تجريبي للوحدات والأربع مستشفيات اللي معانا لمدة 3 شهور، والحمد لله كلهم بيعملوا بكفاءة عالية جدا. أنا عندي دلوقتي في المحافظة مسجلين عندي فاتحين 1,110,000 ملف فردي، يعني خلاص بنسبة 86%، فاضل بس 14% يبقى كل المحافظة مسجلين. الوحدات هنا بصفة عامة بتقدم خدمات الأسنان بصفة دورية. عندنا هنا خدمات الخلع، في تنظيف جير وعلاج لثة، وفي كمان الحشوات، بالإضافة لأن احنا عندنا هنا متابعة دورية للحوامل أثناء فترة الحمل. احنا الوحدة هنا بتقدم حوالي تقريبا 7 عيادات، عندي عيادة إسعافات أولية، عيادتين لتنظيم عيادة تنظيم أسرة، عيادتين طب أسرة، عيادة طوارئ، عيادة التطعيمات، وعيادة خاصة بخدمات الأسنان. عندنا هنا الأدوية كلها بالمجاني، بنوفرها لكل عيادات اللي هي الجلدية والعظام والأطفال، والنهاردة بدأنا كمان نساء، وموفرين كل الأدوية وبالمجاني، وبنصرف حوالي 500 تذكرة في اليوم. قوتنا التمريضية هنا بإذن الله 520 ممرض، بتخدم أقسام المستشفى جميعا، بتتوزع ريشيو على حسب طبعا الهيئة العامة للرعاية الصحية. المستشفى فيها 62 ماكينة غسيل كلوي، فيها 83 سرير داخلي، بتخدم طبعا مركز ادفو كامل، وان شاء الله مستعدين باذن الله للجديد ان شاء الله. سمحت على المنظومه بتاعت التامين الشامل دي وجيت قدمت فيها، عملت الكارنيه بتاعي وانا وجوزي واولادي، وبنجوا هنا نكشفه